لا اقدر اقول لكم مبروك. الله يبارك فيك يا باشا. طب واحنا هنقدر نستلم بقى امتى ان شاء الله؟ من بكره. انتوا من النهارده بقيت الملاك الحقيقيين للمسابق. يعني تقدروا تدروها وتصرفوا فيها زي ما انتوا عايزين. بس اهم حاجه تنفذوا اوامر الباشا بالحرف الواحد. المسابق دي لازم تشتغل وتحقق ارباح. واول كل شهر بتجيبوا لي بقى حصه الباشا في الايرادات علشان اوصلها له. وتبقوا على اتم استعداد لاي عمليه يطلبها منكم الباشا تنفذوها فورا ومن غير نقاش. واضح الكلام؟ زي الشمس في عز الظهر. بس يعني يا باشا هو في سؤال كده محيرني. سؤال ايه؟ اختفاء رشوان المفاجئ وان احنا جينا خدنا المسابق كده على طول والحكايه والروايه والموضوع ده مش هيخلي الناس تسال يعني؟ اطمن يا حربي. الثابت عندي وعند كل الناس وفي المسابق بالذات ان رشوان هو اللي حرض على قتل قضايا في الاسم. لما تعرف ان هو اللي اجره علشان يقتلك انت وزين، بعد كده هرب بره البلد كلها. جيتوا انتوا واشتريتوا المسابق بعد ما هو خلق. يا ولاد اللذينة، ده انتوا مخططين لها صح. ومش كده وبس، احنا بنعرف دبة النملة قبل ما تتحرك. عشان كده نصيحتي ليكم ان بلاش تلعبوا بديلكم مع الباشا الكبير. لان اللي بيلعب مع الباشا الكبير بتكون نهايته وحشة. وحشة أوي. واضح الكلام؟ واضح واضح طبعا يا باشا. زي الشمس في عز الظهر. طب قضايا وفي طار قديم بينه وبين حربي وزين، لكن رشانه والذهب ايه اللي يخليه حرض على قتلهم؟ ايه اللي بينه وبينهم؟ يمكن بسبب حكايه الخناقه اللي حصلت من مده في مستودع المعلمه انشراح بين حربي وزين من ناحيه ورجاله رشوان من الناحيه الثانيه. جايز برضه. ولو اني شاكك ان الحكايه اكبر من كده بكتير، خصوصا ان رشوان ابو الدهب اختفى تماما ومش عارفين نوصل له عشان نحقق معاه وناخد اقوال. يمكن هرب بره البلد زي اللي بيهربوا. احتمال وارد برضه. الاسات اللي هو اخباره ايه؟ كويس الحمد لله. والمدام وحمزه والانسه اماني؟ كلهم كويسين، كلهم كويسين. الا الانسه اماني ما ردتش على سعادتك؟ بالحقيقه لسه ما ردتش، بس انت عارف المواضيع دي بتاخد وقت شويه. وبعدين زي ما انت شايف رؤوف، انا غرقان في الشغل، انا تقريبا لا بشوف اماني ولا بتكلم معاها. انا بس مش عايز الموضوع يسبب حرج لسعادتك. لو كانت الانسه اماني مش موافقه يا ريت اعرف يعني. تاكد يا رؤوف، لو قالت لي رايها هقوله لك مهما كان. ده اللي برجوه من سعادتك يا فندم. ارجو اني ما اكونش بتقل على حضرتك. لا 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 اطلاقا خالص. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. بس انا لسه مش فاهم برضو ايه ورقه الضد اللي انت خليتني امضي عليها دي يا حبيبي. دي الورقه اللي بتثبت ان المسابق ملكيتها الحقيقيه في ايد الباشا الكبير، وان العقد اللي احنا مضيناه ده عقد سوري. يعني ايه سوري؟ يعني تبل وتشرب ميته. ابل ايه واشرب ميه ايه؟ شوف يا زين، المسابق دي ظاهريا ملككم، لكن لا تقدروا تعملوا فيها حاجه، لا ترهنوها ولا تبيعوها ولا تتصرفوا فيها الا باذن نعيم بيه وموافقته، علشان في الحقيقه هي ملكه هو مش ملككم، والورق اللي انتوا مضيتوه ده بياكد الكلام ده. يعني احنا كنا في الاول طراطير ولسه لغايه دلوقتي طراطير برضو؟ لا يا زين، أرجوزات. أرجوزات. يعني احنا على اخر الزمن بقينا أرجوزات انا وانت يا حربي؟ طراطير؟ قاعدين يلعبوا بيهم؟ يعني احنا بعد كل اللي احنا عملناه ده ياخدوا هما ويدس القفص واحنا برضه بنداس بالرجلين؟ لو انت فالح عمال تقول لي امضي 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 يا ابني، ما احنا لو ما كناش من غيري ما كناش اخدنا حاجه. واحنا خدنا ايه؟ ما احنا برضه خدنا شويه هوا في هوا يا اخويا. يا جماعه استهدوا بالله، اهدوا كده واسمعوني. الحكايه بتاعتكم دي ملهاش غير حل واحد بس. الحقنا بيه يا متر.
ان ورق الضد ده يختفي. يختفي؟ يختفي ازاي يعني؟ عندك حل؟ المسألة دي سيبوها عليا أنا وأنا هتصرف. المهم تركزوا في اللي انتوا فيه وسيبوا الباقي على ربنا وصلاح بحر. أماني تعالي ساعديني جهز العشاء، أكرم زمانه جاي. أماني هاي أماني. إيه يا منى؟ أنت كنت بتقولي حاجة؟ إيه يا بنتي السرحان ده كله؟ عادي يعني. فعلا هو دايما بيبقى في أوله صعب. هو إيه ده اللي صعب في أوله؟ الحب يا حبيبتي الحب. حب إيه يا منى؟ أنا ماليش في الكلام ده. أمال الجو الحلو اللي أنت عاملاه ده كله، بصراحة هو يستاهل. هو مين ده اللي يستاهل؟ رؤوف. أنت دماغك راحت لبعيد قوي. رؤوف ده أصلا مش في دماغي خالص. أمال الجو ده كله عاملاه لمين؟ عادي يعني، لنفسي. علي أنا برضو يا أماني. أماني افتحي لي قلبك وصرحيني لو في حد في حياتك أو في حاجة في قلبك، قوليلي وأنا وعدك إني هساعدك وحاول أقنع عم حسنين وأكرم بكل اللي أنت عايزاه. بصراحة يا منى بيني وبينك فعلا أنا عايزة حاجة مهمة جدا. إيه يا حبيبتي؟ نفسي أنام لأني تعبانة جدا. ماشي يا أماني، بس اعرفي إني مفيش حاجة بتستخبى. تصبحي على خير. ايه ده يا عادل؟ هو انت خارج؟ ايوه. انت مش قلت ان احنا هنتعشى بره النهارده؟ قلت، لكن الليله مش هينفع، عندي شغل مهم، خليها ليوم تاني. طب ما انت كل يوم عندك مواعيد وشغل، وانا بقى بصراحه خلاص زهقت، زهقت من القعده لوحدي، زهقت من الحفصه في البيت. شغل اللي مش عاجبك ده يا هانم هو اللي معيشك في النعيم اللي انت فيه. خلي فاتحه يجهز لك اي لقمه تاكليها، بس ما تستنينيش، نامي. جايزة اتأخر. انت ما بقتش عايشة دي. والله لو مش عاجباك العيشة معايا تقدري تروحي تعيشي مع أمك. ألو. 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 سفالة وقلة أدب. الو، انت اللي اتصلت من شويه على تليفون البيت؟ وعرفت منين انه انا؟ انا اللي بسال، انت اللي اتصلت؟ ايوه. انت مجنون، تاني مره اقعد اتصل على تليفون البيت. ولو عايز سجل الرقم ده عندك، ده رقم موبايل. حلو. هي ايه دي اللي حلو؟ النام. طيب هو انت ايه اللي خلاك تتصل؟ اصل من ساعة ما تقابلنا لا كلمتيني ولا سألت فيا، فقلت اتصل اطمن عليك. تطمن وبس؟ بصراحة لا، اصلك وحشتيني. أرجوك يا صلاح بلاش الكلام ده. هي دي الحقيقة ميزة، توحشتيني قوي قوي. يعني انت عايز تقول انك نسيت اللي فات وانك مش زعلان مني باللي حصل زمان؟ اللي حصل حصل. عارفة الفترة اللي قضيتها في السجن كان كل تفكير ان اول ما اطلع ادور عليكي لحد ما الاقيك واقتلك كده. يا صلاح كنت هون عليك؟ بس اول ما شفتك كل الغضب اللي جواه اتبخر في ثانية. اكتشفت ان انا زعلي منك ده بسبب اني بحبك، بحبك بجنون.